في الأثناء دعت الصين لمواصلة المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي. من جهتها قالت واشنطن إنها تريد أن يقر مجلس الأمن الدولي في غضون أسابيع قرارا يمهد لفرض عقوبات جديدة على إيران. وكان وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس قد قال إن إيران لم تترك للمجتمع الدولي من خيار سوى فرض عقوبات جديدة بسبب قرارها البدء في رفع درجة تصيب اليورانيوم إلى 20%. هذا وقد أعرب يوكي أمانو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقه بشأن هذا القرار الإيراني، الذي قال علي أصغر سلطانية سفير إيران لدى الوكالة إن بلاده اتخذته بعد طول انتظار للرد على مقترحاتها. لقد انتظرنا أشهر عديدة الرد على مقترحنا، وباختصار فقد كان هناك عنصر مشترك في المقترحين، والعنصر المشترك أن إيران كانت مستعدة لإرسال الكمية المطلوبة إلى الخارج والحصول على الوقود بالتزامن مع ذلك. لقد كان عليهم أن يثمنوا هذا التنازل من قبل إيران، ولم يكن هدفنا في الواقع إنتاج الوقود بأنفسنا، ولو كنا نريد ذلك لبدأنا 8 أشهر قبل الآن، لأننا نمتلك تقنية التخصيب. لقد أرغمونا على هذا الخيار، إن من يجب أن يوجه إليهم اللوم هم الذين تجاهلون حوالي 9 أشهر.